هل لدينا تقديرات عن الأسرى الأزيديين والأزيديات الموجودين تحت سيطرة داعش في الوقت الراهن؟ لن نقول عليهم أسرى، لأن الأسير له حقوق حسب المفهوم العالمي. الأسير له حقوق. أنت تريدين القول المختطفين؟ هؤلاء مختطفات، هؤلاء مختطفات، وهم تحت قبضة داعش ويقومون ببيعهم وشرائهم ويتعاملون معهم كسلعة. لهذا هذا ليس أسيرا، هذه مختطفة يقومون بانتهاكها، ببيعها، بشرائها، بتعذيبها. عدد طبعا المجموع العام اللي كان منذ بداية المأساة ما يقارب 6900 مختطفة، ومن سيدات وفتيات وأطفال صغار. الأطفال صغار كان بينهم ذكور وإناث، الرجال قاموا بقتلهم، الرجال والشباب. لدينا مشكلة أخرى ربما هي كارثة حقيقية. تنظيم داعش الإرهابي قام بانتزاع أطفال صغار من أمهاتهم الذكور اللي بين 4 سنوات 5 سنوات إلى 10 سنوات، وجمعوهم في معسكرات تدريبية في معتقلات، وقاموا بغسل أدمغتهم وتعليمهم على السلاح والقتل، وحولوهم إلى إرهابيين جدد. هؤلاء الآن يقومون بعمليات إرهابية. بعد 2.5 عامين قسم منهم حتى نسي لغته ونسي اسمه ونسي من أي عائلة هو، وأصبحوا أسرى أو أسرى لهذا التنظيم أو لهذا الفكر الإرهابي. وقبل تقريبا أسبوع نشرت داعش على أحد مواقعها عملية إرهابية لأخوين إيزيديين يبلغون من العمر 11 عاما، قاموا بتفجير نفسهم في الساحل الأيسر في الموصل، وقاموا بهذه العملية وتم تصويرهم وهم يفجرون أنفسهم في، وكانوا يقولون حتى لو آباءنا كانوا مقابلنا سوف نقوم بتفجيرهم، لأن هؤلاء هم لأن من لم يدخل في الدولة الإسلامية حسب تعبيرهم أنهم كفرة. داعش يتصلون بنا ويعرضون علينا البيع، يقولون أنه هذه عندي فلانة اسمها فلان فلان وأريد أن أبيعها، فيتصلون بأهلها ونشتريها. أنا عذرا لهذه الكلمة أنه أقول أننا نشتري، ندفع الفدية؟ لا، سنقول نشتريها. يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. نحن ليزيديين نشتري بناتنا ونساءنا ونحن في القرن 21. إحدى السيدات عندما استطعنا إعادتها قالت أنه سجنوها في قبو لمدة 3 أيام بدون أكل، بدون أكل، بدون أي شيء. ثم بعد ذلك جاءوا إليها بالرز واللحم، فقالت أكلت لأن كنت جائعة جدا. بعد أن انتهت قالوا لها ابنك اللي كان عمره سنة أخذناه منك طبخناه وهذا كان اللي أكلتي. أحد الفتيات قالت أنه أخذوا 6 من أخواتها، أختها الصغيرة 10 سنوات، اغتصبوها أمام أعين والدها وأخواتها إلى أن ماتت. 10 سنوات. السؤال الذي دائما نسأله لماذا؟ لماذا هؤلاء الوحوش فعلوا هذا بنا؟